السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. وصفة اليوم من الوصفات المجربة والناجحة لتبييض وتنعيم القدمين للتخلص من التشققات الموجودة على القدمين. أيضا هذه الوصفة تعمل على تبييض القدمين في وقت سريع وفي وقت قياسي جدا. هذه الوصفة أيضا تصلح لليدين أو أي منطقة داكنة في الجسم، مثلا الكعبين أو المرفقين. يعني وصفة جميلة جدا ومضمونة وناجحة 100% إن شاء الله. مكونات هذه الوصفة سهلة وبسيطة، وفيها بعض الخطوات يجب اتباعها جيدا حتى تنجح معنا هذه الوصفة 100%. قبل ما أبدأ في طريقة عمل هذه الوصفة، أتمنى منكم لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي يدعموني ويشتركوا فيها ويفعلوا الجرس، وسأحاول دائما إفادتكم بأنجح وأسرع الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. بالنسبة لهذه الوصفة فيها مجموعة من الخطوات يجب اتباعها جيدا. أول خطوة سنقوم بعمل حمام للقدمين. بالنسبة للحمام سهل وبسيط جدا، وخطوات عمل هذه الوصفة أنصح باستعمالها في الليل قبل النوم حتى يعني تعطينا في الصباح النتيجة المطلوبة. أول شيء قلت نقوم بعمل حمام. بالنسبة للحمام نأخذ إناء يكون فيه ماء دافئ، نضيف له كمية من جل الاستحمام أو جل الشاور، ونضيف له تقريبا نصف كوب من الخل. الماء يكون دافئ، ثم نضع القدمين تقريبا نصف ساعة ربع ساعة تكفي، ربع ساعة تكفي. بالنسبة لهذه الخطوة تصلح أكثر للناس الذين عندهم تشققات، خاصة التشققات العميقة. هذه الخطوة تسمح بتليين تلك المنطقة، ويسهل تقشيرها وتغلغل الوصفة فيها وتعطينا نتائج أحسن وأسرع. قلت نضع القدمين في ذلك الحمام تقريبا مدة ربع ساعة أو 20 دقيقة، حتى عندما نلمس الجلد القاسي في القدمين يصبح لين ورطب. بعد هذه الخطوة نقوم بتجفيف القدمين جيدا من الماء، ثم نقوم بالخطوة الثانية وهي مرحلة التقشير. بالنسبة للتقشير سنحتاج فيه إلى تقريبا نصف حبة ليمون، ونحتاج إلى السكر. ممكن السكر نستبدله بالملح، يعني ممكن نستعمل السكر أو نستعمل الملح. نقوم بغمس نصف الليمون بهذا الشكل في السكر، ونقوم بتمريرها وعمل حركات دائرية على كامل القدمين وعلى اليدين أيضا. نركز جيدا على المناطق التي يوجد فيها التشققات. بالنسبة للركبتين أيضا تصلح هذه الوصفة رائعة جدا، يعني سوف تزيل كامل الجلد الميت أو تقشر كامل تلك الطبقة. نلاحظ أنه هناك يبقى سواد في قطعة الليمون، كل ما يعني نلاحظ أنه السكر بدأ ينقص نغمس مرة أخرى في السكر، ونقوم بتقشير كامل المناطق يعني اليدين والقدمين. بعد هذه الخطوة نقوم بغسل اليدين والقدمين بالماء، وعادي بالماء فقط، ثم نقوم بتجفيفهما جيدا. تبقى الخطوة الأخيرة وهي خطوة أو مرحلة الترطيب. نحتاج في هذه المرحلة إلى الفازلين، يعني راح نحتاج مثلا نصف علبة من الفازلين. نضيف لها تقريبا ملعقة صغيرة من النشا أو الكورن فلاور. نخلط المكونات جيدا، ثم نقوم بوضع طبقة كاملة على اليدين وعلى القدمين، ونغطي القدمين بغطاء بلاستيكي ونتركه يعني إذا استطعنا طوال الليل، يعني ليلة كاملة، وفي الصباح نقوم بغسل القدمين جيدا بالماء والصابون.
نكرر هذه الوصفة 3 مرات أو 4 مرات، يعني من الاستعمال الأول ستلاحظون النتيجة، وحتى نضمن يعني النتيجة مضمونة 100% نكررها مرتين إلى 3 مرات يعني متتالية، وسنلاحظ نتيجة رائعة جدا إن شاء الله. هذه هي الوصفة لليوم، بسيطة جدا ومفعولها جميل جدا وسريع جدا. أتمنى أن يكون قد أفدتكم ولو بقليل. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. وصفة اليوم من الوصفات المجربة والناجحة لتبييض وتنعيم القدمين، للتخلص من التشققات الموجودة على القدمين. أيضا هذه الوصفة تعمل على تبييض القدمين في وقت سريع وفي وقت قياسي جدا. هذه الوصفة أيضا تصلح لليدين أو أي منطقة داكنة في الجسم، مثلا الكعبين أو المرفقين. يعني وصفة جميلة جدا ومضمونة وناجحة 100% إن شاء الله. مكونات هذه الوصفة سهلة وبسيطة، وفيها بعض الخطوات يجب اتباعها جيدا حتى تنجح معنا هذه الوصفة 100%. قبل ما أبدأ في طريقة عمل هذه الوصفة، أتمنى منكم لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي يدعموني ويشتركوا فيها ويفعلوا الجرس، وسأحاول دائما إفادتكم بأنجح وأسرع الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. بالنسبة لهذه الوصفة فيها مجموعة من الخطوات يجب اتباعها جيدا. أول خطوة سنقوم بعمل حمام للقدمين. بالنسبة للحمام سهل وبسيط جدا، وخطوات عمل هذه الوصفة أنصح باستعمالها في الليل قبل النوم حتى يعني تعطينا في الصباح النتيجة المطلوبة. أول شيء قلت نقوم بعمل حمام. بالنسبة للحمام نأخذ إناء يكون فيه ماء دافئ، نضيف له كمية من جل الاستحمام أو جل الشاور، ونضيف له تقريبا نصف كوب من الخل. الماء يكون دافئ، ثم نضع القدمين تقريبا نصف ساعة ربع ساعة تكفي، ربع ساعة تكفي. بالنسبة لهذه الخطوة تصلح أكثر للناس الذين عندهم تشققات، خاصة التشققات العميقة. هذه الخطوة تسمح بتليين تلك المنطقة، ويسهل تقشيرها وتغلغل الوصفة فيها وتعطينا نتائج أحسن وأسرع. قلت نضع القدمين في ذلك الحمام تقريبا مدة ربع ساعة أو 20 دقيقة، حتى عندما نلمس الجلد القاسي في القدمين يصبح لين ورطب. بعد هذه الخطوة نقوم بتجفيف القدمين جيدا من الماء، ثم نقوم بالخطوة الثانية وهي مرحلة التقشير. بالنسبة للتقشير سنحتاج فيه إلى تقريبا نصف حبة ليمون، ونحتاج إلى السكر. ممكن السكر نستبدله بالملح، يعني ممكن نستعمل السكر أو نستعمل الملح. نقوم بغمس نصف الليمون بهذا الشكل في السكر، ونقوم بتمريرها وعمل حركات دائرية على كامل القدمين وعلى اليدين أيضا. نركز جيدا على المناطق التي يوجد فيها التشققات. بالنسبة للركبتين أيضا تصلح هذه الوصفة، رائعة جدا، يعني سوف تزيل كامل الجلد الميت أو تقشر كامل تلك الطبقة. نلاحظ أنه هناك يبقى سواد في قطعة الليمون، كل ما يعني نلاحظ أنه السكر بدأ ينقص نغمس مرة أخرى في السكر، ونقوم بتقشير كامل المناطق يعني اليدين والقدمين. بعد هذه الخطوة نقوم بغسل اليدين والقدمين بالماء، وعادي بالماء فقط، ثم نقوم بتجفيفهما جيدا.
تبقى الخطوة الأخيرة وهي خطوة أو مرحلة الترطيب. نحتاج في هذه المرحلة إلى الفازلين، يعني راح نحتاج مثلا نصف علبة من الفازلين، نضيف لها تقريبا ملعقة صغيرة من النشا أو الكورن فلاور، نخلط المكونات جيدا ثم نقوم بوضع طبقة كاملة على اليدين وعلى القدمين، ونغطي القدمين بغطاء بلاستيكي ونتركه يعني إذا استطعنا طوال الليل، يعني ليلة كاملة، وفي الصباح نقوم بغسل القدمين جيدا بالماء والصابون. نكرر هذه الوصفة 3 مرات أو 4 مرات، يعني من الاستعمال الأول ستلاحظون النتيجة، وحتى نضمن يعني النتيجة مضمونة 100% نكررها 2 إلى 3 مرات يعني متتالية، وسنلاحظ نتيجة رائعة جدا إن شاء الله. هذه هي الوصفة لليوم، بسيطة جدا ومفعولها جميل جدا وسريع جدا. أتمنى أن يكون قد أفدتكم ولو بقليل. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.